ربنا عز وجل وضع، وهذه من رحمته على فكرة، من رحمته ومن نعمته، وضع مجموعة من الضوابط أو الأوقات تفضلا منه، لأنه في الشريعة الإسلامية كاين أوقات أماكن يعني تتنزل فيها رحمات الله تعالى على عباده، تستجاب فيها دعواته، دعوات المصلين والمؤمنين. فالمسلم والمسلمة لابد أن يحرص على معرفة هذه الأوقات. تتخيل إنسان مثلا قلنا لا يتذكر أو لا يعلم أن الدعاء مستجاب في آخر الليل وقت السحر، يستيقظ مثلا ثلاثة تعليل يشرب ميها ولا حشاكم يروح السانيتار، حل أقل يستغفر الله، تقول أستغفر الله أو أسأل الله كذا، يا ربي اشفيني، يا ربي أعطيني كذا، فيكون وقت إجابة فيرفع إلى السماء فتحصل خير الدنيا والآخرة كما سيأتي ذكره. طيب، أنا قسمت هذه الضوابط إلى أوقات وأحوال، وبعض العلماء قد يقول أماكن، وهي كذلك، لأنه في الشريعة الإسلامية كان أماكن الأجر فيها يزيد والإثم فيها يزيد، كما هو الحال بالنسبة للأوقات. وعندنا جمعة، خطبة الجمعة في هذا، أوقات وأماكن مفضلة أو مميزة. طيب، من الأوقات التي يستجيب المولى عز وجل فيها دعاء عباده ثلث الليل الآخر أو وقت السحر، ووقت السحر أعم في الحقيقة من وقت الثلث، لأن الثلث مقيد ومحدد. كيفاش نعرف الثلث الأخير من الليل؟ تحسب من الغروب، من غروب الشمس إلى الأذان الثاني، ديفيزي باغرو، تقسيم ثلاثة، ديرني تيار، هذا آخر ثلث، هذا هو الثلث الآخر. أو قل إن شئت بعد منتصف الليل يسمى وقت السحر، قريبا من الفجر. قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، كما في سورة الذاريات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في الصحيحين ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن ما دام هذا وقت إجابة فالإنسان يستغله، ولو متعمدنا، عندك طلب من الله، عندك مشكلة، عندك شيء تريده، رجلي الرباي، اضبط المنبه على الوقت هذا واستيقظ، والأفضل لو كنت على وضوء يعني تتوضأ وتصلي فتجمع الخيرين. ثانيا من ذلك ليلة القدر، معروف عند المسلمين عامة أن ليلة القدر من أدركها فقد أدرك وقتا تفتح فيه أبواب السماء. طبعا الناس عندهم خرافات في هذا، واحد يقول ليلة القدر إن السماء خضراء وانشقت شقين ونزل شيء وكذا، ويروون حتى خرافات في استجابة الدعاء بطريقة يعني غير لائقة، واضح. فمفروض هذا شيء يرجع فيه إلى الكتاب والسنة، نشوفوا ما هي الآيات والأحاديث التي ذكرت هذا الأمر، باش نتكلموا بعلم ونتكلموا بما يوافق شريعة الله. يقولوا بكري احنا صغار نسمعوا، يقولوا واحد المرأة كانت تطل من الطاقة، هي أدركت ليلة القدر، كشفت القدر حبت تقول يا ربي كبر لي شعري، لأن الشعر من علامات الجمال، قالك غلطت، قالت له يا ربي كبر لي راسي، زعما راسها كبير وما قدرش تخرجوا من الطاقة. هذه قصة منذ صغار نسمعها، هذا لا يليق أن يقال في حق الله، واضح؟ لأن الله يعلم ماذا يريد الإنسان. الإمام الشافعي زارته عجوز وفقيه عالم كبير، قالت له أسأل الله أن يشفيك، بضم الياء، يشفيك مش يشفيك. فقال رحمه الله اللهم بقلبها لا بلسانها، لأن كلمة يشفيك فعله الماضي بالهمزة، لأن الفعل المضارع إذا كان مضموم الأول فماضيه يكون بالهمزة في ألف، فمعنى الفعل أشفى مش شفى، أشفى أي جعلك ربي شفايا للناس، يعني يشفوا فيك. هل المرأة التي تزور مريض
تقول له ربي جعلك شفيع للناس، غير معقول هذا. والله يعلم أنها تريد أسأل الله أن يشفيك، بفتح الياء وليس بضمها. ولو كان يحاسبنا ربي على كل كلمة وإحنا مش قاصدينها، قل في الناس من ينجو. وقلت هذا كان هذا الدرس، مش عارف ما قسم يعني. إحنا درس العقوبات، إحنا مفروض الواحد لما يقول مثلا مبارك عليه، حتى كلمة مبروك عليه كأنه بورك عليه، مش بورك، من البروك وليس من البركة. مفروض تقول مبارك مش مبروك، مبارك. يقول له مبارك عليك الولد ولا السكن ولا، يقول له العقوبة ليك. العقوبة معناها عقوبة، البيناليتي، يعني كان يدعي عليها أن يقطع عليه مصيبة، هو مقصدها يقصد العاقبة. قال ربنا والعاقبة للتقوى، هذه فائدة في اختيار أحسن الألفاظ. فقلنا ليلة القدر ليلة يجاب فيها دعاء المؤمنين، فمعروف أن كلام قد تكلم فيه الأئمة لا شك في رمضان أنها غير معلومة الوقت بالضبط، وفي خلاف حتى بين الصحابة. كان أبي بن كعب يقسم بالله أن ليلة القدر هي ليلة 27، هذا في صحيح البخاري. ولكن خلاصة مبحث هذا أن ليلة القدر لم تحدد حتى يجتهد الناس في العشر الأواخر منها من رمضان. إذن من أدرك ليلة القدر ودعاه غفر له واستجيب دعاء. من الأوقات التي يجاب فيها الدعاء يا جماعة يوم الجمعة. يوم الجمعة في الساعة الأخيرة من هذه، لأنه هناك خلاف بين الفقهاء، هل هي في وقت الصلاة الجمعة قبلها أو بعدها أو متى؟ ثبت حديث صحيح أن الساعة التي يجاب فيها الدعاء هي آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني قبل الغروب. فالإنسان يجتهد في الدعاء في ذلك الوقت، سواء في البيت أو في المسجد أو في أي مكان. من الأوقات يا جماعة التي يجاب فيها الدعاء وقت تنزل المطر أو الغيث. هو الحقيقة العلماء تاع القرآن يفرقون بين كلمة مطر وغيث. المطر كان على شكل عذاب، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، في سورة النمل. بينما الغيث هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته كما في سورة الشورى. فالغيث فيه إغاثة، دائر يقولوا منظمة الإغاثة العالمية، الإغاثة هي النجدة سكور، بينما المطر يكون عذابا. وإن كان يعني ليس هناك ممنوع أن تقول هذا مطر، أي الماء المتنزل من السماء. إحنا بالدارجة يقولوا النوء، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول المسلم للمطر النوء، لأنه في الجاهلية كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا، يعني بأمر الكوكب الفلاني أو الآلهة الفلانية. فنهانا عن استعمال مصطلحات شبيهة بمصطلحات الكافرين أو المكذبين، وإن كنا لا نقصد هذا. مثلا إحنا في مسيرة يقولوا النوء، مش عارف بعض مناطق الشرق ثاني الصيف وكذا يقول النوء. إذا سمعت أحد قال لك النوم راه يقصد بها شيء شتاء، شتاء الشمال يقولوا شتاء، هنا في أكفو زعما شتاء، لكن شتاء هي لا سيزون، شتاء كومبلي ليفار. وإذا كما نقولوا الشتاء هذا ما نقدرش نطلقه، لكن يقولون إطلاق الكل على الجزء، هذا في العربية يسمى المجاز. ولكن مش نعرفه برك للفوائد هذه لتمييز هذه المسائل. فقلنا إذا كان المطر ينزل فالسماء مفتحة، ماذا بك ما تضيعش هذه الفرصة للدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام من السنة المهجورة أنه كان يفتح أزرار ثوبه، كتصب الشتاء يفتح الأزرار على صدره باش ينزل الماء تاع المطر على جسمه. قالوا له علاه يا رسول الله؟ قال إنه حديث عهد بربه، وهذا من أدلة أهل السنة على أن الله في السماء، لأنه قال لك المطر هو كان قريب من ربي، ربي في السماء، كي يجي المطر هو جاء من عند ربي. قال لك فكان يستقبله للتبرك، ونزلنا من السماء ماء مباركا كما في سورة قاف. إذن الماء إذا نزل من السماء فهو ماء مبارك، وينزل عليكم من السماء
ما أن ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليثبت به الأقدام، في سورة الأنفال. ولهذا ينصح الرقاة والمتمرسون في الرقية بالاغتسال بماء المطر، لأنه ماء مبارك طهور، واتفق العلماء على أن ماء المطر طهور، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. يعني أنك تدوش بماء المطر من الجنابة أو من غيره، هذا يجزئك في الغسل قطعا بلا شك. من الأوقات التي يجيب فيها ربنا جل وعلا دعاء عباده بين الأذان والإقامة، إذا أذن المؤذن وانتظرنا الإقامة، فيحسن بالمسلم أن يجتهد في شيء من الدعاء. كان حديث آخر يقول بين كل أذانين صلاة، ولهذا من السنة أن بين الأذان والإقامة إنسان يصلي ركعتين. علاه؟ قالك منها حديث أنه قالك صلي، ومنها أنه الدعاء مستجاب. مش تجمع بين خيري الخيرين، أو تجمع الحسنيين، أكمع ولا؟ إذا قلت بين الأذان والإقامة، شوفوا أنا نحاول أختصر وأمر يعني للفائدة والاستفادة أكثر. طيب، من الفوائد أو من أوقات إجابة الدعاء دبر الصلوات. ما معنى هذا؟ الناس ما فهموش، كان يفهموا بعد الصلاة. دبر الصلاة هو قبل التسليم من الصلاة، قبل التسليم من الصلاة، لأن اللي فهموا أنه بعد الفراغ من الصلاة نشأت عندنا تلك العادة تاع قراءة الفاتحة بعد كل صلاة، وهذا في الحقيقة لا وجود له في الفقه الإسلامي بتاتا. قراءة الفاتحة بعد الفريضة ورفع الأيدي معها، هذا لا وجود له في الكتب، لا وجود، ما يشقاش تحوظ، لا وجود له. منين جاء؟ اجتهاد. يقول لك والله غير الفكرة مليح، أنا بعد الصلاة قال لك الدعاء دبر الصلوات، لكن لما نرجع للأحاديث نلقاو أن الدعاء دبر الصلوات كي تكمل التشهد قبل ما تسلم، هذاك وقت إجابة. ولهذا ما تقلقش إذا كان الإمام طول في التشهد، بروفيت أنت يدعو. حتى الأئمة يعني ما تلومهمش أحيانا لما يعني لا أقول يختصرون، ولكن يخففون في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث من يصلي بالناس أن يخفف، قال من أما قوما فليخفف فإن وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة، فمن صلى لنفسه فليطول ما شاء. ولكن ليس التخفيف إلى درجة أنه ما يديرش الناس الأركان ولا يطمئنوا في الركوع والسجود وما يكفيهمش باش يقرأوا الفاتحة، هذا الإمام مسؤول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن ضامن والإمام مؤتمن، أو قال الإمام ضامن عفوا والمؤذن مؤتمن. المؤذن مؤتمن على أوقات الصلاة، والإمام ضامن للصلاة. إذا أنت لما ما تعطينيش فرصة نقرأ الفاتحة في الصلاة السرية راك مسؤول أمام الله تعالى. الله. إذا قلت من أوقات إجابة الدعاء يوم عرفة، خاصة للحاج، حتى غير الحاج يجاب فيه الدعاء، حتى كان العلماء يعني يشحنون حاجاتهم ويجمعون مبتغاهم يوم عرفة، يوم كامل فيه الدعاء مسجل، وخاصة لمن كان بعرفة يوم عرفة يعني الحجاج. وأحيانا من التوفيق أنك تكون في عرفة وزيد صب الشتاء، زيد هناك غيب كما حصل في آخر حجة في 2019. تخيل من 10 قد وصلنا ثم وينزل المطر كأنه فيضان، فيضان الناس صاروا يعني متعجبين في وقت الصائفة، مطر غزير جدا جدا، صار وديان في شوارع مشعري عرفة. فيكون عرفة وتكون مسافر وتكون مضطر وسب المطر غير، إذا اجتمعت مجموعة من الخير في هذا المحل. إذا قلنا من الأوقات إجابة الدعاء يوم عرفة، لا سيما للحاج ولغير الحاج أيضا. من الأوقات التي يجاب فيها الدعاء عند سماع صياح الديكة، سردوك ديك فروج كما نقوله، إذا سمعت الديكة تصيح فاعلم أنها رأت ملكا. ربي سبحانه من إكرام الملائكة أنهم حيثما حلوا يجاب الدعاء، والدليل في حالة أخرى سنذكرها باختصار، يعني عند زيارة المريض أو عند الميت
قال فلا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون. ملائكة لما قلوا ولا الظالين يقولوا آمين، لما تدعو الخوك يقولوا آمين. شوف الملائكة مخلوقات تتع خير برك. فمن رحمة الله قالك إذا سمعت الفروج يعني الديك السردوك يعني يصيح فقد رأت ملكا، فاسألوا الله من فضله. إذن توقف أطلق أي حاجة، يا ربي غفلني، يا ربي استرني، يا ربي كذا. وإذا كنت يعني واضي وعندك وقت وكذا فاختار مجموعة الأدعية. ملائكة راه الدور غير تنبرك. في حين يعني حاشاكم إذا سمعت نهيق الحمير ولبح كلاب فهو شياطين راه الدور في ديك الساعة. الحذر الحذر. من الأوقات أيضا عند رمي الجمرات لا سيما الصغرى والوسطى، هذا خاص بالحجاج الميامي، أن الإنسان يقف عند الجمرتين يدعو الله عز وجل في الدعاء هنالك مستجاب. طبعا مش درجة يدير ازدحام ولا كذا، لأنه كاين حكمة في المعاملة. نعطيك مثال، حجر أسود مليح الإنسان يستلمه، مليح يسلم عليه، مليح يسجد فوقه، مليح يلتزمه، ولكن إذا كان فيه ازدحام شديد واختلاط وكذا وانت ربما تكون قوي وبعض الناس ضعاف وتعفس الناس وتدوسهم باش توصل الحجر الأسود، أخويا لا لا ما كلا، ربي يعلم أنك حريص ولكن ليس بهذه الطريقة. اختار الأوقات حتى وتكون فلوتان تلفزيو هذاك، افتح على قناة السعودية تاع القرآن تشوف الغاشي مكش اجري للحرب. هكذا نديرو مادام النقل مباشر، راك تشوف في مكة أو الغاشي بزاف راك مريح، كي تشوف نقصد وقراها الزوج تاع الليل ولا ثلاثة ولا الربعة ولا وهي جينا مو بعد الصبح من الناس اللي باتوا قايمين وباتوا يعتمروا وباتوا متهجدوا كذا يكونوا فشلوا، كي يرقدوا هما تسعة عشرة تاع الشمس هذيك ثم يكون فرار. إذا قلنا لما تكلمنا عن الجمرات وغيره الإنسان يكون عنده حكمة في استغلال الأوقات والأماكن حتى لا يؤذي، لأن الحديث يقول لا ضرر ولا ضرار. من الأمور التي الأوقات التي تجر فيها الدعاء ذو الحجة، الأيام العشر الأول من ذي الحجة كما في البخاري من حديث ابن عباس، ما من أيام للعمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، ولا الجهاد في سبيل الله. إذن هذا منه الدعاء، منه الذكر، التسبيح، الاستغفار، دعاء الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، هذا من أفضل الذكر وأفضل الدعاء. طيب فرغنا من ذكر عشرة أوقات، شوفوا عشرة أحوال تجاب فيها الأدعية من الله عز وجل تفضلا منه. دعوة المظلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن دعوة المظلوم أن الله عز وجل يستجيب للمظلوم ولو كان كافرا. فدعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا، فكيف لو كان مسلم؟ إذا كان أنت مسلم تظلم نصراني أو يهودي أو ملحد ظلما، تأخذ ماله أو تعتدي عليه أو تكذب عليه أو تسبه أو تشتمه بغير حق، فإذا دعا عليك أجاب الله دعاءه. فالحذر من الظلم لأنه ظلمات يوم القيامة، والله قادر على أن يظلم ولكنه لا يظلم. مش نفهمه في باب الصفات، ما نجيش كي نقول الله لماذا الله لم يظلم، إذن هو لا يقدر على أشياء. لا لا، ليس هذا المقصود، المقصود أنه ليس من صفته أن يظلم. ما نجيش تقول لي ما دام لم يظلم فهو عاجز عن أشياء، هذا الشيء فهموه بعض الناس من كلام بعض الدعاة، فهموا بلي راه يقول بلي الله لا يقدر على كل شيء، هذه ما يقول عجوز في بئر ما تقولهاش. فالمقصود من هذا الكلام أن نقول أن الله ليس من صفاته أن يظلم، مع أنه قادر على الظلم. إذن لم يجعل الله في صفاته هذه الصفة، فإذا ظلمت فإن الله ينتقم منك بدعوة المظلوم. فإذا كنت مظلوما فاعلم أنه وقت إجابة الدعاء، بالصحة ذلك تظلم تثني في الدعاء لأنه كان جاي لك. فأنا الوقت نتكلم على محظورات في الأدعية ما لا يجوز أن يدعى به. ثانيا دعاء المسافر، في أحاديث أيضا أن المسافر دعاء مستجاب، كما قلنا قبيل قد تكون في عرفة راك مسافر، ربما عندك مشكلة راك مضطر، ربما يتنزل الغيث، فيجتمع عندك مجموعة من الأوقات والأحوال. فالمسافر في حالة السفر والانتقال، حالة ضعف، حالة افتقار، يستجيب الله دعاءه. واضح؟ يعني هذا الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام
أنه أشعث أغبر يسافر ويقطع الفيافي، قال ويدعو يا رب يا رب، لكن المشكلة منه مطعمه هو إن شاء الله. إذن كي تعود مسافر الناس راهم يتنقلوا، ما راك ترونسبور ولا تروح الجامعة ولا تروح الخدمة يوميا، تمشي مسافة من البومردين صارك مسافر، من أنا ليكون أنا زازقا روح لي الدكار صار لك مسافر، من ذراع الأخذ على الميزان طريق بويرة راك مسافر، مش شرط تخرج من الجمهورية، فأنت مسافر إن شاء الله مستجاب الدعاء. كذلك من الأحوال التي تجعل دعاءك مستجابا المضطر، إنسان ضاقت به الأحوال عنده مشكلة، هذا لما يصل إلى درجة العسر الشديد هنا تأتي النفحات الإلهية في إجابة الدعاء. قال ربنا عز وجل في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ يعني ليس هناك إله إلا الله الذي يستجيب دعوة المضطر إذا دعا. ولهذا جاء في القرآن قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وجاء في التفسير ولا يصح مرفوعا: لن يغلب عسر يسرين فإن مع العسر يسرا. وقال الشاعر في القصيدة المنفرجة: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، فعل 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 البحر متدارك أو مستدرك الأخفش. فاشتدي أزمة تنفرج، توصل للصمت تكون خلاص خلاص خلاص، بعدين تتسهل، لكن اللي قدر تصبر تتحمل شوية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من الأدعية التي تجاب أن الله عز وجل ذكر الإمام العادل، هذه خاصة بالحكام، وهذه كفاءة نظير العدل. لما بتكون حاكم وعادل عندك واحد البونيس إذا صحت العبارة، عندك تميز، عندك هبة من الله، عندك هدية أن يكون دعاؤك مستجابا. وهذا في الحقيقة كما جاء في الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغلام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، عند ابن ماجة صح إسنده الألباني. وقال عليه السلام في دعوة المظلوم: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. إذا قلنا أن دعوة الإمام العادل دعوة مجابة بإذن الله تعالى، وهذه من مكافآت العاجلة لما تدير الخير، تكون إمام تمد الحقوق ولا تظلم الناس، فحينئذ من مكافآت الله لك أن يجاب دعاء. طيب، من الأحوال التي يجاب فيها الدعاء عند الزحف، يعني هذه خاصة بالجهاد عند قتال الكفار، عند التحام الصفوف هنالك الدعاء مستجاب، لأنها لحظة مصيرية حاسمة يصرى فيها الفرار من الزحف. الفرار من الزحف هو من كبائر الذنوب، ولهذا اجمع المصير حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا. بعض الناس يقول: لو كان كاين جهاد كن يطلقنا رئيس الجمهورية نروحوا لإسرائيل ناكلوها، هروح أسيدي أنا أفتح لك هاك بي هاك الفيزا روح، يلحق لها هي ما يوصلش تتبسم يرجع. إذن حبالي زعمان الجهاد والقتال، الصحابة وحذرهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا تتمنوا لقاء العدو. ولهذا اجمع لو تذكرون أو حديث أن الشهيد لا يفتن وأمن الفتان، يعني لا يفتن الشهيد، لا يفتن في قبره. الصحابة قالوا: يعني ينجو من عذاب القبر من فتنة؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، هذا راه السيف يضرب عند رأسه مش بكذا. فقال: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا. تفرعت عنها في صحيح البخاري أن من الكبائر الموبقات الفرار عند الزحف أو يوم الزحف، فعند الزحف يكون الدعاء مستجابا بإذن الله تعالى. طيب، من الأحوال التي يجاب فيها الدعاء الدعاء للمسلم بظهر الغيب. هذا الأمر بعض الناس يبخل حتى على إخوانه أن يدعو لهم بخير. أنت يبلغك على الإنسان ولا تعرف ظروفه معينة، عنده مشكل في البيت، عنده محتاج أموال، محتاج دواء، محتاج عملية، عنده مشكل مع زوجته، عنده مشكل لوالديهم ما بالك حيطلقوا، كي تفكروا ادعي له. الملائكة قاعدين لهذا الشيء يدعون لك يقولون: آمين ولك بمثل. إذا دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب دعوة مستجابة بإذن الله تعالى. من الأحوال التي يجاب فيها الدعاء عند السجود، وذكرناها
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيعني قامن أن يجاب الدعاء، لأنك الرأس هو أرفع شيء، جعلته في الحضيض الأسفلي في الثرى. لماذا؟ لوجه رب العالمين. كل ما توضعت لله كل ما رفعك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، عبده النبي صلى الله عليه وسلم لما حقق العبودية بلغ مرتبة الإسراء والمعراج. يعني اللي ما يصليش مسكين يعني ربي يهدي، راه متكبر على رب العالمين ولا ماذا؟ أقول لك أنا من ديش راسي في الأرض، أنا ما توضاش، مع أنه الصلاة طهارة ونظافة وعبودية وتذلل وافتقار. فأنا قلنا الدعاء مستجاب، تحتاج الله تعالى على الأقل عندك باب من أبواب الإجابة. تسجد، ترك الصلاة محروم. يجيك واحد راح يتزوج يقول لك شيخ نقدر نصلي ذوك الركعتين مع الزوجة غير ذيك الليلة بارك وخلاص. واحد يقول لك والله حبيت نستخير بصح نصلي ركعتين استخارة ونبطل. احنا نقول له يعني ما كاش واحد يمنعك من الصلاة، بصح بهذه الطريقة بهذا البرنامج تاع نصلي ومع أول نبطل، ولا كيجي رمضان نصلي ويكون بعد نبطل، ولا نشرب الخمر، فهذا شيء توبة مهتزة يعني ما يشتبه. طيب، مما صح في الحديث أن ماء زمزم لما شرب له. الإنسان كي يشرب ماء زمزم هو الذي يفهم أنه عند بئر زمزم، ولكن العلماء عمموه، قال لك ماء زمزم اللي هو منبع يعني الماء المبارك، إذا جابوا واحد من الحجاز ولا باعوا لك في مكتبة كي تجي تشربوا ادعوا الله تعالى. عبد العزيز الشيخ عافاه الله قالوا له كيفاش؟ سمعت له فتوى، قال لك حتى هو طول في الكلام، قال اللهم إني سمعت أن نبيك قال ماء زمزم لما شرب له، اللهم أعطني كذا وكذا وكذا، اللهم اشفني، اللهم أصلح أولادي. عادي ماء زمزم يستاهل، قال عبر 40,000 فيها 3 سنتيلتر، هذيك إذا كان يجاب فيها الدعاء لما لا؟ واضح؟ يعني العلماء، حافظ بن حجر قيل إنه شرب ماء زمزم ودعا أن يبلغ من العلم ما بلغ الإمام الذهبي، فبلغه وتجاوزه. إذا قلنا أن العلماء كانوا يدعون عند ماء زمزم بحاجات ذات مستوى عالي. كذلك تاسعا دعاء الصائم سواء في نافلة ولا في فريضة طيلة النهار ولا سيما عند لحظة الإفطار، مليح الإنسان يستغل الدعوة أو يدعو المولى عز وجل. أخيرا عند زيارة مريض مثلا كما قلنا عن الإمام الشافعي العجوز مسكينا اللي قال أسأل الله أن يشفيك بضم الياء، وهذه دعاء عليه وليس له، لأن أن يشفى أن يشفيه الله وليس أن يشفيه وأن يجعله شماتة للأعداء. قال فالدعاء عنده فإن الملائكة تؤمن، وكذلك عند طلوع الروح كي تحضر واحد مات هم الملائكة جاءوا حاضرين ثم يديهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، كما في سورة الأنعام. يعني الملائكة كيجيو يديو الروح ثم الدعاء يستجاب، إذا ادعي بخير. طيب، من الذين لا يجاب دعاؤهم؟ ربنا عز وجل يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. النبي عليه الصلاة والسلام استدل بهذه الآية، وهذا من تفسير السنة للقرآن، قال أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقرأ الآية. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، هو دليل أن السفر يستجاب في الدعاء، أشعث أغبر يطلب رزق، واحد يخدم شوفر تاع كاميو، واحد تاع سيارة، واحد تاع بيس، واحد يروح يخدم في الحدود، واحد مش عارف وين جندي في الكازيرنا في آخر الصحراء، أشعث أغبر الغبار الدنيا السفر يدعو يستجب له، ولكن حلال. قال لك مطعمه حرام ومشربه حرام فلا يستجب له، لأن هذا ارتكب مانعا من موانع الإجابة. من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام، لهذا جاء في الحديث أطب مطعمك تجب دعوتك، ما تغركش مطعمك أنها منصوبة تنصب معها دعوتك، كما الحديث المشهور وهو حديث صحيح أعطوا الأجير حقه أو أجره قبل أن يجف عرقه، فبعضهم يقول أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، حب يجيبها سجع، ولكن هذا خطأ، والنبي لا يخطئ في العربية، أصلا النص ما قالش حقه قال أجره، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، إن عرقه فاعل مرفوع. إذن
قلت أجب أو أطب مطعمك تجب دعوتك. طيب الأكل تاعك ماذا بك يكون مثلا تاعك حلال؟ اجتهد، ممكن تفوت حاجة بدون قصد، ولكن ما تكونش متعمد لأكل الحرام، بإذن الله يجيب المولى دعوتك. طيب ماذا ينهى الشارع الحكيم من الدعاء؟ كان خمس أمور ربنا عز وجل على لسان نبيه نهانا أن ندعو بها. أولا تعجيل العقوبة في الدنيا. ما معنى هذا؟ بعض الناس ينشك، هذه نقولوا هل مريض ولا عندك حمى ولا لا قريب ولا حاجة ضرسة ولا صراك مشكل، نقول لك هو ربي عجل لك العقوبة، كما نقولوا إحنا زكاة النفس، لا شك لا شك فيها، بصح ما تطلبهاش انت يا. والدليل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين، عاد أي زار مريضا، لأنه الفعل زار، إذا قلنا عاد معناه زيارة مريض، زار تزور أي واحد، معادة عيادة مريض لا يسمى العيادة. عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني تفاب لو ضعف ونقص في الميزان ولا كل مطرق. فقال له عليه الصلاة والسلام هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ كش ما كان عندك دعاء هكذا ولا رك ماكش طبيعي أنت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. شوف الفهمة، قال يا ربي إذا كنت راح تعاقبني في الآخرة هذاك العقاب تاع الآخرة قدموا لي في الدنيا وفي الآخرة ما تعاقبنيش. أنت تبالك بلي حاجة باهية حاجة مليحة. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال سبحان الله لا تطيقه، ما تقدرش، سبحان الله لا تطيقه، أولا تستطيعه في لفظ، فأفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله له فشفى. هذا زار الرسول دعا له شفاء، سعد تلقى الرسول يزوره صلى الله عليه وسلم. ولهذا من دعاء على فكرة إذا حضرت عند مريض لم يحضر أجله فقلت أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يشفيك أن يشفيك سبع مرات، قال لك النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله يبرى هذا الإنسان. إذا واحد ما تدعيش أن ربي عاقبك في الدنيا، اتركها لله، كان يعجل لك شوية عقوبة، يعطيك شوية مرض، شوية حمى، شوية فقر، شوية حاجة، شوية ضيق، هذا باش يرفع الدرجة تاعك، بس خلي الله يقدر هذا، ما تطلبوش انت. ثانيا النهي عن الاعتداء في الدعاء. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة. كان بعض الناس على نيته يا ربي أريد درجة رقم كذا في الجنة أو القصر بحجم كذا. فقال له أبوه وهو صحابي جليل سل الله تبارك وتعالى الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. حديث رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة. يكون، شوف كان، يكون كان في الماضي، يكون فيها المضارع والمستقبل، يكون يقصد النبي في آخر الزمن. قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام راه يجي واحد الوقت كاين الناس يكزاجيريو في الدعاء شوية، يعني يبالغ في الدعاء، يطلب أشياء فيها دقة معينة وليس من حقه الاعتداء في الدعاء، كأن تقول اللهم اغفر لي في هذه الساعة، أنت تقول الله تعالى وقت يغفر لك بالذات، اللهم اغفر لنا كذا. ولهذا كان ملاحظ على في مقامنا هذا، صحنا من حسن ظننا بالله مش حاجة أخرى، ولكن قال لك يخشى أن يكون من الاعتداء في الدعاء كما قال لنا، أو تقول اللهم اجعلني في المرتبة الثانية بعد الأنبياء في الجنة، وعليه تدقيق هذا، لماذا تضيق على نفسك ولماذا تفرض على الله أشياء الله لا مكره له، سل الله الجنة. ولهذا الأدعية المأثورة هي أفضل الأدعية، ما فيها لا اعتداء لا 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 مبالغات، لا أسجع الكهان لا يحزن. سيد قالوا أسأل الله القصر الأبيض على يمين الجنة إذا أنا دخلتها، فهذا شيء من المتاهات، ما يخش اعتداء في الدعاء. وقلناها فيما مضى لا أدرينا هنا في درس أو في مسجد آخر أنه لا تمتحن الله، ما تديش لله عز وجل تست امتحان، اللهم إن كنت كذا فحقق لي هذا وهذا وهذا، وإن كنت
فهذا شيء في نوع من المجازفة فضلا عن الاعتذار. ثالثا النهي عن الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم. ما تظلمش في الدعاء، ما تظلمش. ممكن إنسان غلط معاك والله، لكن دعائك على الأقل يكون قد ما غلط، مش مبالغة. يا قطيعة الرحم، ما تدعوش على الرحم تاعك، ما تبدأش تدعي أنه إن شاء الله ما زلت تلقى خلاص بخالي هذا ولا عمي ولا بن هذا أنا من الرحم تاعك، ما تدعوش بالقطيعة. إن شاء الله يموت وما نحضرلوش، ولا إن شاء الله نموت وما تمشيش في جنازتي. هذه الأدعية اللي فيها قطيعة الرحم منهي عنها. قال النبي صلى الله عليه وآله: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. كل يدعو الله أن يسهل له المعصية، يدعو الله أنه يسهل له السرقة، الرشوة، الربا، يدعو الله أنه يتمكن من ارتكاب منكر. يعني هذا دعاء بالإثم. وقطيعة الرحم ما فيه أذى، ليتفرع عنه الجزء النوع الآخر من النهي عن الدعاء كثرة الدعاء على الأولاد. بعض النساء للأسف والفوا يدعوا بزاف على أولادهم، يعطيك مصيبة، يعطيك مرضى، يعطيك موت، يعطيك نحية، يعطيك كارثة، فهي ما قصدهاش وبنها كان تنصب شوكة تبكي عليه. صحيح لذات. ولهذا جاء الرابع النهي عن الدعاء على النفس والأولاد والخدم، ولا السيارة ولا المصنع ولا الحنوت تاعك ولا شيء من هذا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم. لا توافقوا، إما لا توافقوا يعني الدعوة، إما لا أنتم لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه أبو داود وعند مسلم. إحنا النبي عسما أصلا واحد الناقة، واحد قال لعنها الله، سمع النبي واحد قال عن ناقة لغمان كما يقولون البعير هذا جمل، قال لعنها الله، فالنبي عسما قال بسرحوها نحن نحبل، قال روح يبال سهل. قال إنا لا نركب ناقة ملعونة. فكثرة الدعاء على الأهل والأولاد والأغراض والخدم هذا قد يسبب لك مصيبة لا تدري ما عواقبها. إيش حمزة الأذن؟ الأخير خامسا الذي ينهى الله عباده عن دعائه وسؤاله. تفضل. Oh.
طيب، ومما ينهى عنه أثناء الدعاء الاستعجال. بعض الناس يطلب من الله شيئا فيستعجل، يقول دعوته فلم يستجب لي. ولكن لابد أن يؤمن بحكمة الله في تأخير الدعاء الإجابة أو في تعجيله. قلنا أخيرا النهي عن تمني الموت، هذه مشكلة من المشكلات. هل يجوز للمسلم أن يدعو الله أن يميته؟ يعني هل يجوز أن الإنسان يقول اللهم أمتني أو خذ أمانتك أو أرحني من هذه الدنيا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني أو وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الحديث في الصحيحين، ما معنى هذا الحديث؟ ما اختلف العلماء في الحقيقة، لماذا؟ إنه ثبت في القرآن والسنة أن بعض الصالحين دعا بالموت. قالت مريم البتول عليه السلام: يا ليتني مت. وقرأ شعبة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا. وفي قراءة: نسيا منسيا. إذن لما مريم خشيت على نفسها الفتنة دعات الله أنه يميتها، قالت: يا ليتني كنت نسيا منسيا. وعائشة رضي الله عنها في حادثة الجمل رضي الله عن الصحابة أجمعين قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهذا من تقواها وورعها، لما رأت أن الأمر انفرط وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة تمنت لو أنها ماتت قبل ذلك الوقت، وهذا من الورع ومن التقوى. قال العلماء: هل يجوز أن يتمنى الإنسان الموت؟ استدلوا بهذه الآية على أنه إذا خشي على نفسه الفتنة، ولهذا جاء في صحيح البخاري أنه يأتي على الناس زمان يمر الرجل بقبر الرجل يتمرغ في رواية عنده يقول: يا ليتني كنت مكانه وما به إلا خوف الفتنة. قال يجي على الناس زمان يفوت واحد يشوف قبر تواه يعرفه، قال: هذا فلان اسمه عبد الملك فكذا توفي سنة كذا، قل والله تراني مبتنية شاني قاعد ندير. مش سخط ولا، وإنما خوف على نفسه من الانحراف من كثرة الفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا واحد الحل وسط، قالك ادعي قل له: يا ربي إذا كان لنعيش خير أحيني وأطيل في عمري، لأنه كان حديث: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. راه زيد عايش ويدير غير في حاجة الملاحة الباهية. وشر الناس من طال عمره وساء عمله، والعياذ بالله. إذا مش قال اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وهذه دعاء هائلة جدا. ثانيا قال: وتوفني إذا علمت الموت خيرا لي أو راحة لي أو نجاة لي. صح صح فعلا، كاين ناس ربما ختم لهم بأشياء لو ماتوا قبلها بمدة لكان خيرا لهم، والعياذ بالله. نسأل الله العافية والستر. إذا قلت هذا هو الدعاء المناسب في تمني الموت. الدعاء يا جماعة نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة معروفة، وهذا لأننا فقراء إلى الله، هذا هو دعاءنا، نطلب من الله أشياء، نطلب منه الشفاء، نطلب منه العلم، نطلب منه العافية. والدعاء العبادة هو كل العبادات، هو التوحيد، هو الصلاة. لهذا قال ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الحافظ ابن القيم: هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. أحيانا الدعاء يقصد منه تطلب من ربي حاجة، أحيانا كونك تعبد، لأن الصلاة دعاء أصلها في اللغة دعاء، وبالتالي هذا نوع من الدعاء، غير أنه دعاء عبادة لا دعاء مسألة. طيب أختم بملخص لما ذكرناه. صاحب كتاب حسن المسلم الشيخ سعيد بن وهف القحطاني رحمة الله عليه قال معلقا ومصححا، قال: ذكرت في كتابي شروط الدعاء وموانع الإجابة. ما هي شروط الدعاء باش يستجاب؟ قال لك هي خمسة: الإخلاص لله، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الثقة بالله واليقين بالإجابة،
حضور القلب مع الرغبة والخشوع والعزم مع الجد في الدعاء. طبعا هذا كلام شرحناه الحصة الماضية في أدب الدعاء. وذكر موانع الدعاء فقال هي التوسع في الحرام. وشوف الذكاء تاعو، قال التوسع، مش مرة أكلت حرام غلطة والله ضعف إيمان واللي دعاء كله مردود، قالك هذا حريص مستمر على هذا الفعل. التوسع في أكل الحرام أكلا وشربا، الاستعجال في الدعاء وبعد أن يترك الدعاء، ارتكاب المعاصي والمحرمات. السمة السمعة تاعك عند رب العالمين ماشي مليحة، كي تطلبوه ما يعطيكش، سمى أعمالك التي تصعد إلى السماء سوداء. قالك ارتكاب المعاصي، الدعاء بالإثم وقطعة الرحم كما ذكرنا، والحكمة الربانية، كاين حاجة واحد ما يعرف لماذا استجاب الله ولماذا لم يستجب، هذا من ثقتنا في الله ويقيننا بعلمه وحلمه وحكمته ورحمته، وأنه لا يظلم الناس شيئا ولا يخطئ ذرة ولا يعني يقع فيما يقع فيه المخلوق عادة. وذكر 21 أدبا للدعاء، قال أن يبدأ الداعي والذاكر بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويستحب الدعاء في الرخاء كما الدعاء في الشدة، تدعي في الرخاء اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة، مش ربي تذكره عند المصائب وانت في الاتساع في رحمة ربي تذكر الله يذكرك. ولا تدع على الأهل والمال والنفس، واخفض الصوت في الدعاء دون الجهل من القول بالغدو والآصال. التضرع الإلحاح، ما تحشمش من رب العالمين، اطلب منه 100 مرة 1000 مرة حاجة حتى نمدهك، ولما مدهكش لازم ترضى بما قسم الملك سبحانه وتعالى.